مقارنة من الإدارة المحلية. هو المجلس غير مكبر أصلاً. مثال يا سيدي، تو من أسبوع فات أنا حبيت نطرق الأبواب ونعرف خصوصية هذه المدينة وآلية التعامل وبناء الثقة والشراكة. الخلاصة أو الغرض من هذه الجلسة هو بناء الثقة والشراكة بين المجلس البلدي والإطلاع على التحديات التي تواجه المجلس البلدي على مستوى بلدية الأصابعة. كان الإثراء الحوار العديد من الشخصيات والقضاء والمستشارين وعلى رأسهم منظمة جبل النفوس التي لها دور باعث في هذه المدينة. تم توزيع الاستبيانات وتم إثراء الحوار وشفنا كيف التحديات من قبل وجهة المجلس البلدي وأيضا من قبل فئة المجلس.